سلام البنات، كنتمنى تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله جبتكم واحد الطريقه باش تشعلوا المجمر باسهل طريقه في ثواني معدوده. كنجيبوا بحال هكذا المجمر ديالنا، كنستفوا فيه الفحم، كنخلي في الوسط واحد الفراغ، وديك الفراغ هذاك كنجيبوا اي كاغيط، سواء بابي ما ولا اي كاغيط، ورق الدفتر ولا هاد الاوراق ديال البيبليسيتي، الورق اي ورقه اللي كتعنا في الدار. كنعملو في الوسط ديالها، كنتنيو على أربعة، نعملو في الوسط ديالها الزيت، اي زيت، واخا تكون عندك زيت قديمه ولا زيت قليتي فيها ديال البطاطا، ماشي ضروري الزيت ديال المائده ولا الزيت تكون باقا ما استعملتيهاش. الا كنت عندك ماشي مستعمله مزيان، كنعملو بحال هكذا في الوسط، كنجمعوها وكنعملوها بداك الفراغ اللي عندنا في الوسط. وكنبقاو نغطيو عليها بشويه ديال الفحم هكذا صغيرين، مكنغطيوهاش كامل، كنخلي واحد الفراغ صغير هكذا في الوسط. من بعد كنشعلو العافية في ديك الكاغيط، سواء بالبركي ولا بالوقيت، اي حاجة عندكم. وصافي كنخليوها هي بدات كتشعل. هي العافية بدات كتبان، كنبداو شوشو عليها شويه باي حاجه عندنا في الدار، وصافي كتكون هي العافية ديالنا شعلت. وهكذا بطريقه سهله وبسيطه وبحاجات عندنا في الدار. كذلك كاينه طريقه ديال الشمع، كتعمل الشمعه في الوسط وكتغطي عليها بالفحم، كتشعل ديك الشمعه وصافي. شي مره الشمع ما كيكونش كاين في الدار، كتبقى الطريقه احسن حاجه، راه كانوا كيعملوها الوالدين ديالنا، اولا كيعملوا الفتيله، كيقولوا لها فتيله ديال الثوب، واحد الطريف ديال الثوب كيعملوا فيه الزيت على في الوسط، كيدوروا عليه الفحم وكتشعل في ثواني دغيا دغيا كتشعل، حتى اللي ما كيصدقلوش الفحم يشعل الفحم. مع دابا العيد الراس يشعلو، اي واحد يمكن له يشعل الفحم، مجمر ديال الفحم. انتما كتشوفوا العافيه قاديه، يعني جاهزه للمغادره.